حد يسكن هذا. قال للمضطر والله بعت لي هالمصلحة يعني أتسبب منها، طلع لي 10-15 ليرة. معي إعاقة من مدة 35 سنة خلقة ولادة، يعني إعاقة من الولادة. والله سبحانه وتعالى كبرت وتجوزت وصار عندي ولاد الحمد لله رب العالمين، والله أكرمني بيهم. الإعاقة ما خليت تتأثر علي الحمد لله رب العالمين، أشتغل وإنه أشتغل بحي الله شيء، وإنه بس ما أحتاج الناس، واشتريت ماتور عشان أتنقل بي أخذ مرتي وولادي على الدكتور، على أجيب لهم خضرة أجيب لهم أكل، حد أصابه شيء لا سمح الله إنه أتنقل بهالماتور. أنا أنصح كل شيء واحد معاق إنه ما يرميها، يتم يقاوم بهالحياة ويتعب ويعيش حياته ويتقبلها مثل الناس وأحسن. وأنا بالنسبة لي الحمد لله رب العالمين إعاقة ما أثرت بي طاول، والحمد لله صحيح معاق بس أطلع وفوت وأجي.